أهلا وسهلا بكم بالدروس الإلكترونية لمدارس السندباد الأهلية. درسنا الرياضيات المرحلة الخامسة، عدنا المحاضرة رقم 66، عدنا راح نكمل موضوع الوسط الحسابي والوسيط والمنوال والمدى. وصلنا إلى فقرة أتأكد رقم 3. عدنا ثالثا مطينا الأعداد، البيانات هي 17 87 39 205 17 761. طبعا من الطونة ياها راح نطلع الوسط الحسابي مالتها. قلنا الوسط الحسابي هو مجموع البيانات على عدد البيانات. راح نجي نقول 17 زائد 87 زائد 39 زائد 205 زائد 17 زائد 761، كلها ماما البيانات نجمعها على عددها. راح نعد 1 2 3 4 5 6، اذا على 6. ورا ما اجمع كل البيانات، طبعا احاد ويا احاد وعشرات ويا عشرات، راح نجي راح يصير المجموع 1126 على 6. سويت لكم اياها قسمة طويلة، نسويها ال 1126 تقسيم 6 قسمة طويلة، راح تطلع لنا 187 عدد صحيح و6 جزء من 10. راح نجي على الوسيط، شلون نطلعه؟ الوسيط قلنا نرتبه ترتيب اول شيء تصاعدي، لازم راح نرتب تصاعدي، راح يصير 17 ب 17 ب 39 ب 87 205 761. رتبنا ترتيب تصاعدي، يلا نطلع الوسيط. الوسيط شلون نطلعه؟ هنا ما طول عدد البيانات عدد زوجي، فانت من راح تجي تضم هنا 2 وتضم هنا 2، بقالنا عددين، هذا العددين راح نجمعها. حنقول 39 زائد 87، الوسيطة البيانات الوسيطة 39 زائد 87 تقسيم 2. هاي فقط في إذا كانت عدد البيانات عدد زوجي ماما. الفردي ما نسوي، نطلع رأسا مباشرة، بس من صار عدد زوجي يعني مثلا بها عدد البيانات 4 6 8، هاي لازم نطلعها، نجمع الوسيطين 39 و 87، بس لازم نقسمها على 2. ورا مجموعة 39 زائد 87 طلع لي 126، راح اقسمها على 2، اذا الوسيط يساوي لنا 63. عندنا المنوال، راح نختار اكثر عدد تكرر بهاي الاعداد هي ال 17. عندنا المدى، قلنا اكبر عدد اللي هو 761 ناقص اصغر عدد، اقل عدد هو 17، راح ننقصها. طبعا 1 ناقص 7 ما تصير 11، و6 تصير 5، و11 ناقص 7 راح نقول 4، و5 ناقص 1 4 وينزل 7، اذا 744 المدى. راح نجي على سؤال رقم 4، جد الوسط الحسابي والوسيط والمدى والمنوال للبيانات بالجدول الآتي، مطينا جدول أسعار ملابس بالدينار. طبعا أول شيء الوسط الحسابي راح أجي شو أسوي؟ أجمع كل البيانات اللي عندي، 15,000، 10,000، 25,000، 30,000، 15,000، 12,000، 5,000 زائد 7,000 زائد 100,000، هاي كلها أجي أجمع هالبيانات. طبعا أقسمها على عدد البيانات، أجي 1 2 3 4 5 6 7 8 9، إذا عددها 9. سويتكم إياها ماما قسمة طويلة، ال 219,000 تقسيم 9 قسمناها، طلعت لنا العدد 24,333 عدد صحيح و3 جزء من 10. الترتيب التصاعدي قلنا لازم قبل الوسيط، راح نجي ناخذ من اقل سعر بالدينار الى اكبر سعر. جيت رتبت لكم اياها كلها 5,000 7,000 10,000 12 15,000 15,000، تكررت مرتين 25,000 30,000 واخر شيء 100,000. من يجي على الوسيط هي 9، راح نضم لنا 4 ونضم لنا 4، والبقت لنا بالنص الوسيط هو 15,000، اذا الوسيط طلعته 15,000. راح نجي على المدى، المدى قلنا اكبر عدد اللي هو 100,000 ناقص اقل شيء 5,000،
100,000 ناقص 5,000 95,000. وإن منوال ماما أكثر عدد تكرر نعرف هو فقط 15,000. راح نجي على سؤال رقم 5. سؤال رقم 5، ما الوسط الحسابي والوسيط للدرجات؟ عندنا مطينا اياها، استعمل هذه الدرجات الجدول ادنى، مطينا الدرجات بالتربية الاسلامية عندنا 92 واللغة العربية 76 وانجليزي 87 والعلوم 94 رياضيات 87 والتاريخ 86. هاي الدرجات لازم نطلعها، اريد الوسط الحسابي والوسيط للدرجات. الوسط الحسابي والوسيط، راح نجي الوسط الحسابي، قلنا اول شيء الوسط الحسابي نطلعه عن طريق جمع الدرجات، 92 زائد 76 زائد 87 زائد 94 زائد 87 زائد 86، وعديتها كم درس؟ 6 دروس، انعدها كم درس هي؟ 6 درجات. اذا راح ورا ما اجمعها 522 على 6، وايضا نقسمها راح تساوي لنا 87. راح نجي نرتب الترتيب التصاعدي قبل الوسيط، راح نرتبها من اصغر عدد الى اكبر عدد. عندنا 76 86 87 87 92 94، راح نجي هي 6. اذا لازم نضم، اذا ضمينا 3 ب 3 ما راح يبقى لنا وسيط، اذا راح نضم 2 ب 2 راح يبقى لنا 87 زائد 87 هي الوسيط. إذا 87 زائد 87 على 2 راح تطلع لنا ورا ما جمعنا راح تطلع 174 على 2، ونختصرها ماما تطلع تساوي 87 تساوي 87. إذا طلعنا الوسيط، بقى لازم نطلع المنوال مالتنا. هو ايش جاي؟ الوسط حسابي وسيط الخامس، السادس يريد ما المنوال. اذا المنوال يساوي لنا، قلنا المنوال شنو؟ المنوال اكثر عدد تكرر. راح نشوف ال 87 هي الوحيد اللي تكررت مرتين. المدى ماما لازم نطلع، قلنا اعلى درجة اللي هي 94 ناقص اقل درجة 76 وتساوي 18. راح نجي على ثامنا، استعمل التمثيل بالنقاط المجمعة لأوزان مجموعة من التلاميذ في الشكل المجاور والإجابة عن سؤال 8 و9. هذا المجمع اللي قلت لكم النقاط المجمعة تختلف عن البيانات من يطينياها أرقام وبالجدول، ما يحتاج نضرب فقط نجمع كنا، بس بالموضوع النقاط المجمعة ماما لازم بيها ضرب، كل عدد كم اكس مالته نضربه. راح نجي نقول الوسط الحسابي يساوي الخمسين، نشوف كم اكس بيها؟ 3 اكسات، اذا نقول 50 في 3 زائد همين 45، كم اكس بيها؟ 45 في 4 زائد 41، كم اكس بيها؟ 41 في 4 زائد 32 في 5. يعني لازم مو بس نجمع، نضرب وياها الأكسات. طبعا على عدد الأكسات كلها نحسبها كم أكس ماما، ونخليها على 16. راح نجي نضرب طبعا 3 في 50 150، 4 في 45 كلها نضربها، بعدين نجمع الأعداد تطلع 654 على 16، وبعدين نقسمها قسمة طويلة مثل ما قسمت لكم إياها، تطلع لنا 40 عدد صحيح و875 جزء من 1000. أوكي، راح نجي هسه الوسيط. الوسيط ما نطلع إذا ما نسوي ترتيب تصاعدي، قلنا من أصغر عدد إلى أكبر عدد. راح نشوف أصغر عدد إيش قد عندي؟ 32، بس 32 كم مرة تكررت؟ كم إكس؟ 5. إذا نكتبها 32 32 5 مرات. الواحد وأربعين نشوف كم مرة تكررت؟ 4 مرات نكتبها. الخمسة وأربعين 4 مرات، والخمسين 3 مرات نكتبها. هذا الترتيب التصاعدي. طبعا راح شو نسوي؟ نضم. هي 16 تعتبر عدد زوجي، اذا راح نضم لازم 6 اعداد، هاي
ويا 6 أعداد أخرى. إذا البقالنا فقط هو 41 و41، راح نجمع 41 زائد 41، بس ما ننسى نقسمها على 2، يعني 41 زائد 41 على 2 راح يصير 82 على 2 وتساوي 41. المنوال ماما أكثر الأعداد تكررت هي 32، والمدار راح ناخذ 50 أكبر عدد ناقص أصغر عدد 32 يساوي 18.